مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده ويوم جديد من ممكن بدايه الاسبوع. ودائما بدايه الاسبوع عامره بكل خير، والخير هذه المره حكم القضاء الاداري بوقف انتخابات مجلس الشعب المقبل واعاده القانون، قانون الانتخابات الى المحكمه الدستوريه. طبعا الدنيا مقلوبه، ناس واخده الخبر بتهليل وفرحانه جدا، وناس واخداه بدهشه وتشكيك، وناس اللي هي مؤسسه الرئاسه بتتكلم بتحفظ واحترام للقانون. انا مش شاغلني ده، يعني كمواطن مصري شاغلني حاجه تانيه خالص. السذج اللي زي حالاتي اللي ما بيفهموش في القانون، اول ما شافوا مجلس الشورى واخد القانون جري، واخد بعد ما القانون رجع له من المحكمه الدستوريه وبدا يأول فيه ويشك ويرى ان هذا تدخل، ويقول انا هعمل كذا ومش هعمل كذا، ويطلع ناس يقولوا ان اللي عمله مجلس الشورى هو الصح مش المحكمه الدستوريه. وانا مش فاهم، لما بيبقى عندي نص دستوري علي ان التزم بهذا النص الدستوري. اي دوله بتحترم القانون، دوله القانون، بتعمل كده. ماشي، غلط مجلس الشورى وراح بعت القانون للرئاسه، الرئيس راح باصص مضى على طول. اشك من كلامه، هو قال رجعت لناس كتير، ليه ما اجلتش، ليه ما شفتش، وقال وتاكدت ان هذا صحيح. وفي حواره مع زميلنا عمرو ليس قال ايه، قال وبعته للمحكمه الدستوريه وما ردتش عليا. السذج اللي زيي كانوا بيقولوا كلام ساذج، يقول لك يا جماعه الدستور قال رقابه سابقه، رقابه سابقه، طالما انت حرمت المحكمه الدستوريه حفاظا على تطبيق القانون وتنفيذه بنصه، بيقول ان لابد انه يقول لك اللي انا بقوله اتنفذ وصح. فوانا مغمض اقول المحكمه الدستوريه بعتت لمجلس الشورى قالت له عليك انك تعمل 1 2 3، الطبيعي اعمل ايه؟ ارجعه للمحكمه الدستوريه اقول له انا عملت ده، فيقول لي ايوه انت عملت 1 صح، 2 مش كويس، 3 نص نص، تعمل ده في هذا الاطار، هذا خطا وهذا خطا، انا بقول لك طبق ما يتطابق مع الدستور اللي انتوا عملتوه. لا، ما حدش عمل كده. قال لك لا 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 لا، انتوا فاهمين غلط، انتوا بتفسروا غلط، ما يروح لهاش تاني. فالسذج اللي زي حضرتي يقول لك يعني ما يروح لهاش تاني، ما الرقابه سابقه ازاي؟ يعني انا بقول لك اعمل كذا فانت تقول والله ده تفسيري واللي انا شايفه، واروح اعمل الغلط علشان امشي اللي في دماغي او حسب رؤيتي، ويجي بعد كده المحكمه الدستوريه نيجي نسالها تقول لك والله انا ما قلتش كده، يقول لك لا بس مالهاش رقابه لاحقه، مش من حقها تراقبك. طيب مجلس الشورى هو حر برضه، سياده الرئيس ما شفتش حضرتك وتساءلت، هو كل القرارات اللي انا باخدها او الاعلانات الدستوريه اللي انا باخدها واللي دايما بطلع اواجه الشعب بيها وبقول ان رجعت القانونيين عندي واساتذه القانون وقالوا لي، وتطلع بعد كده غلط ونجيبها من النائب العام لحد الاعلان الدستوري لحد الغاء الاعلان الدستوري لحد وصولا الى الحكم بتاع النهارده بتاع القضاء الاداري، اللي صغار القانونيين في مصر كانوا بيقولوا ان الانتخابات ده هتبقى باطله، ستبطل، هنصرف مليارات يا جماعه وهتبوظ، ناس من كل الاتجاهات. لكن سياده الرئيس لما طلع يتكلم قال لك انا سالت المتخصصين وقالوا لي وده اللي يمشي. طب اهو غلط، المشكله مش في الخطا، المشكله ان الخطا متكرر ومن نفس الاشخاص الذين يلجا اليهم الرئيس، يبقى فيه هنا كارثه، يبقى فيه هنا مصيبه، ان البلد تدار بفهم قانوني خاطئ او مغرض. اما ان يكون الفهم القانوني في جهل من حول الرئيس بيقدموا رؤى قانونية فيها جهل، أو فيها هدف استهداف، فيها نوايا غير طيبة. احنا عايزين البلد تمشي، ليه دايما ما بيتعملش الصح؟ نعم الرئاسة النهاردة تصريحات كتير، نسب تصريحات للمستشار محمد فؤاد جدالله بيقول فيها ان احنا هنطعن، تصريحات تانية للمستشار محمد فؤاد جدالله قال الرئاسة هتقدم نموذج وترفض الالتفاف والالتواء، وان احنا هنحترم القانون، لكن ده مش معناه ان احنا مش هنطعن.
الرئاسة طلعت بعد شوية بيان قالت لك إن بتنفي صحة ما نسب إليه أو ما قاله المستشار محمد فؤاد جدلة، وإحنا نتمنى إن إحنا نسمع صوت المستشار محمد فؤاد جدلة يقول لنا هي إيه الحقيقة، هو قال إن هيطعنه ولا مش هيطعنه. ده سؤالنا أساسا، هل توافق على طعن الرئاسة على حكم القضاء بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية؟ نعم لا غير مهتم. عايز أقول لكم إنها هدية من السماء للرئيس محمد مرسي، لو تأمل بنزعته الدينية بانتمائه الإخواني وبص للسماء في المعركة اللي هو داخلها، في الأزمة اللي حصل في البلد، في الاشتعال اللي حصل في محافظات مصر، في عدم الاستقرار، في إعلان مقاطعة كثير من قوى المعارضة، هو مرجعش في كلامه، مع أنه مش عيب أنه يرجع في كلامه، لكن مرجعش في كلامه. لكن القضاء قالوا اللي بيحصل ده خطأ، اللي بيحصل ده لا يجوز قانونا، ولازم قانون الانتخابات يعود مرة أخرى بعد تعديلاته إلى المحكمة الدستورية تقول رأيها. وكنت أتمنى على الرئيس من البداية لو كان عملها بشياكة وبحلاوة وجات له كده فقال أحيل القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية للنظر في إذا ما كانت مجلس الشورى قد أجرى التعديلات التي قضت بها المحكمة من عدمه. فالمحكمة يا سلام يا ريس، شكرا كتر خيرك، ايوه كده، فتروح المحكمة احترام للقانون اهو، تقول واحد اتنين تلاتة، وتروح بعتها مجلس الشورى يلتزموا يلتزموا عشان نعلي دولة القانون. احنا مع القانون في اي حاجة، خلاص عايزين نبقى دولة قانون، مع او ضد هنا مش اشخاص ومش طيارات ومش اتجاهات، ده قانون ودي المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة في البلاد، قرارها نافذ. طيب طبعا اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية قالت أن حكم الإدارية واجب النفاذ، لازم يتنفذ فورا إلا إذا الطعن، والطعن بقى هتيجي لمجلس الدولة الإدارية العليا هتقول خلال 48 ساعة، لأنه هنا في شق مستعجل تؤيد أو ترفض، إذا رفضت هنحترم القانون برضه، هنقول يبقى اللي اتطبق تمام، المحكمة شافت كده، احنا في كل الحالات اذا قالت لا احنا بنؤيد حكم القضاء الاداري تبقى المسألة انتهى وتنفيذ اجباري. هل يفعلها الرئيس بارادته احتراما للقانون ويقدر هدايا السماء التي اطلت عليه، ام المستشارين بتوعه برضو يكبروا ويقولوا له احنا صح وكل اللي بيقولوه ده غلط، واطعن يا رئيس اطعن يا رئيس عشان احنا ما بنغلطش ابدا. جاي لي دلوقتي الرئاسة، قال المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنها تحترم أحكام القضاء، ودليل ذلك أنها ستحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لنص الحكم القضائي. وحول تصريح المستشار محمد فؤاد جدلة المستشار القانوني للرئيس بأن الرئاسة ستطعن على الحكم، أكد فهمي للوطن أنه لا يعبر أحد عن مؤسسة الرئاسة سوى الرئيس نفسه والمتحدثين الرسميين. طيب ده آخر كلام، ده آخر كلام، احنا بنحاول نتصل بالسيد المستشار محمد فؤاد جدلة، قافل التليفون. كان في اتفاق بالفعل انه يكون معانا على الهاتف وقال هكون معاكم، بس قرر انه ما يكونش لان المتحدث باسم الرئاسة المتحدثين الرسميين، بس المتحدثين لغاية دلوقتي ما بيكلموش مع الإعلام، يعني ما حدش طالع لنا يقول لنا، بس احنا هنحترم ما وصلنا وعلى سرعه الاداء، ده اداء مختلف وسريع كويس قوي. العليا للانتخابات قالت ان اللجنه العليا تعمل على تطبيق القانون والقرارات الجمهوريه والاحكام القضائيه وما صدر يوم من محكمه القضاء الاداري حكم قضائي يلزمنا بتنفيذه ما لم يتم الطعن عليه من مؤسسه الرئاسه، قائلا اللجنه العليا غير مخوله للطعن على وقف الانتخابات ولكنها هي فقط تنفذ الأحكام، وقالوا إن احنا مش طرف في لعبة سياسية خالص ولا مع طرف على حساب الآخر، احنا لجنة تعمل على تنفيذ القانون. طيب مش عايز أقول لكم حيثيات وقف الانتخابات وإعادة القانون إلى الدستورية، مجمل الكلام إن المحكمة بتقول في حيثياتها أن الرئيس تعدى اختصاصاته والشورى لم يلتزم ضوابط الدستورية.
بتقول أكدت محكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح. نعرف منين صحيح يعني؟ الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية. وأشارت المحكمة واقفة قدام نقطة يا جماعة، احنا في نظام رئاسي برلماني، نعم هو يميل إلى الرئاسة أكتر ولكنه نظام رئاسي برلماني. النظام الرئاسي البرلماني يعني الرئيس يعين رئيس الوزراء ولكن دول بيشاركوا في القرار. المحكمة قالت إن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء، فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية. قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها إزاي؟ بواسطة مجلس الوزراء. رئيس الجمهورية مش من حقه يوقع. طب المستشارين كانوا فين؟ المستشارين ما قالوش للرئيس الكلام ده؟ هما مش عارفين الدستور؟ ما قروش المادة؟ يعني ما بصوش عليها فقالوا له ده مخالف للدستور، حضرتك ما ينفعش تطلع القرار بفتح باب الانتخابات؟ ما حدش قال له؟ ما حدش جنبه؟ سايبينه لوحده؟ ما حدش عايز يشاوره؟ ولا انتوا بتغرقوه وتخلعوا؟ في ناس بتغرقوا وتغرقنا؟ هي المشكلة انتوا بتغرقوا بلد، انتوا بتغرقوا مصر، بتغرقوا وطن. يا سيادة الرئيس راجع مستشاريك مرة أخرى، هل هؤلاء جديرون بأن يكونوا في قصر رئاسة مصر؟ المستشار القانوني الرئيس قال الرئاسة تطعن، ثم جاء التكذيب. الإنقاذ قالت وقف الانتخابات يؤكد ترى ان وقف الانتخابات يؤكد صحة نظر الجبهة بالمقاطعة. الوفد قالت وقف الانتخابات انتصار لدولة القانون والوقت حان لتغيير الحكومة. هي الحكومة بس متأكدين؟ عمرو موسى قال وقف الانتخابات هدية من السماء لصالح مصر. السماء دي كريمة والله العظيم. حزب النور يرحب بحكم وقف الانتخابات ويؤكد الدولة لا تحتمل فراغا تشريعيا. اما الدكتور رفعت السعيد بيقول حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات رادع للاخوان. دكتور بلدع بيقول الجهل بجوهر دولة القانون من سمات الدولة الفاشية. الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة عضو مجلس الشورى هو صاحب دعوة الغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع، ربنا يكون معاك يا دكتور محمد، وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، قال إن القضاء المصري أثبت أنه الحصن الحصين للدستور والديمقراطية، وقال إن الحكم يعطي فرصة لالتقاط الأنفاس في مدن القناة وعودة جبهة الإنقاذ للمشاركة في الانتخابات. نتمنى أن توضع الضوابط والمطالبات اللي طالبت بيها مصر القوية دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، واللي طالب بيها عمرو خالد، وطالب بيها أيمن نور مع جبهة الإنقاذ، رغم إن دول قرروا إنهم يشاركوا لكن طالبين ضوابط. نتمنى ان الضوابط كي تكون لدينا انتخابات محترمة تكون موجودة. اما الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فقال النهاردة تعليقا عن الحكم، قطعا هناك اثار سياسية للحكم، وقال ان اللجنة العليا مجتمعة في حزب الحرية والعدالة، وكتب على صفحته على الفيسبوك الحكم تعرض لامرين في غاية الاهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصري الجديد، مضيفا الأول يتعلق بمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق في الفقه الدستوري ولأحكام القضاء الإداري بما ينتقص من صلاحيات الرئيس. الأمر الثاني يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين ومنطوق الحكم وحيثياته، تعني أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقا. أنت مالك يا دكتور عصام؟ أنت بتتكلم في القانون ليه يا دكتور عصام؟ بما يعني تداخل بين السلطات وليس تكامل وتوازن حسب تعبيره، ربنا يكرمك. دكتور عصام ما بيسيبش حاجة في ما بيفهمش فيها، حتى القانون، حتى تدخله هنا
انت بتعلق على المحكمة الدستورية، انت تفهم في القانون اكثر من المحكمة الدستورية. شيء مش مفهوم من الدكتور عصام العريان. ما كنت ريحت شوية يا دكتور؟ مش كنت انسحبت يا دكتور؟ مش كنت خدت هدنة كده ما بتشاركش في أي حاجة؟ محامي الإخوان الأستاذ عبد المنعم عبد مقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بيقول وصف حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع بأنه يصطدم بصوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء. وبرضه المحكمة القضاء الإداري ما كانتش فاهمة ده؟ يعني أنا بنفسي أفهم، في تعليقنا على أحكام القضاء نحن نشكك في القضاء؟ نشكك في محاكم عريقة لها كل الاحترام؟ هي دي دولة القانون اللي بنتكلم عنها طول الوقت؟ ربما. معنا السيد المستشار محمد فؤاد جدالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية. مساء الخير سيادة المستشار. السلام عليكم، خير بيك. عليكم السلام ورحمة الله. سيادة المستشار، حضرتك منسوب لك أكتر من تصريح، هل يمكن أن نسمع تعليقك أو تصريحك الدقيق بعيداً عما نشر على المواقع؟ أولاً حضرتك منفعل جداً، طبعاً لا يمكن لأحد أن يعلق على الأحكام. نعم. أو يطعن في الأحكام. الأحكام لها كل تقدير واحترام، ودائماً تعلمنا أن الأحكام لها حجيتها وهي عنوان الحقيقة. وبالتالي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ، ولا يمكن لمؤسسة الرئاسة أن تلجأ إلى الأساليب التي كان يلجأ إليها النظام السابق في الالتفاف حول تنفيذ الأحكام أو اللجوء إلى الاستشكالات أو الطعن في الحكم بغرض أو الاستمرار في إجراء الانتخابات. وبالتالي من العيب أن نستشكل أو نطعن بغرض تنفيذ الانتخابات أو إجراءها في وقتها. طيب انا بس عايز جمله اعتراضيه، انا اسف يا سياده المستشار، انا الكلام اللي انا بقوله منفعل عليه من تصريحات بعض الاخوه اللي بيعلقوا على الحكم بشكل مباشر. اتفضل يا فندم. انا معاك والله، انا مع حضرتك طبعا. يعني ده بيتكلموا في صميم الحكم وبيغلطوا منطوق الحكم ويشوفوه انه يتصادم مع صوابق قضائيه. اتفضل يا فندم. من اجل ذلك بقول لحضرتك لا تنفعل، الامر محسوم وليس محل جدل. هناك دوله في أعقاب ثورة، لابد أن ترسي مبدأ سيادة القانون واحترام استقلال القضاء واحترام أحكامه، لأن أنا دايما أقول أن الثورة كان سببها عدم تنفيذ الأحكام اللي صادرة ببطلان انتخابات مجلس الشعب في 2011. رغم أن من حقك قانونا أنك تطعن على الحكم. من الحق على فكرة أن احنا نطعن على الحكم. نعم. ولكن حضرتك بتطعن لما تلاقي أنك مش عايز تنفذ، أو أن أنت شايف أن الحكم فيه عوار، ولذلك يعني تم ارساء مبدا القضاء على درجتين. ولكن انا بس عشان اوضح نقطه، خلاص قولا واحدا سيتم ارجاء الانتخابات حتى نستوفي الاجراءات الدستوريه السليمه. نعم، اذا قرار الرئاسه الرسمي هو قبول الحكم واعاده القانون مره اخرى الى المحكمه الدستوريه. وهذه ليست منحه او هبه من مؤسسه الرئاسه. طبعا. ده حق للقضاء وصونا للعداله واحتراما لحجيه الاحكام. نعم. ده كلام محترم جدا، انا بشكرك جدا السيد المستشار دكتور محمد فؤاد جدالله. قولا واحدا، رئاسة الجمهورية لن تطعن على الحكم وستؤجل الانتخابات، وبالتالي اللجنة العليا للانتخابات لن تفتح باب الترشيح يوم السبت القادم. نحن امامنا وقت اخر هيعود فيه القانون مرة اخرى الى المحكمة الدستورية لترى ما ترى فيه. ربما اللي عمله الشورى صحيح، محدش عارف، واحنا قابلين، احنا بنتكلم في اجراءات. هيعود مرة اخرى من مجلس الشورى، من المحكمة الدستورية الى مجلس الشورى، اذا كان هناك تعديلات هيعملها، ثم سيعود الى السيد الرئيس، وبناء على هذا الحكم يعود الى مجلس الوزراء ليتم الاتفاق حسب نص الدستور، ثم يصدق السيد الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتبتدي تروح للجنة العليا للانتخابات فتعمل مؤتمرها وتعيد فتح باب الانتخابات وتحدد من جديد. هل ده يترتب عليه تأجيل الانتخابات؟ يترتب عليه تأجيل الانتخابات. هل ستكون فرصة جيدة يلتقطها الرئيس نهدي الأجواء شوية؟ نهدأ، احنا فعلا بقينا منفعلين، فعلا بقينا متوترين، ممكن نهدي شوية؟ غصب عننا بقينا في حالة عصبية يا جماعة. ما انت بتفتح التلفزيون الصبح تلاقي ناس بتولع في مديريات أمن وناس بتحرق عربيات بمناسبة ايه؟
بمناسبه ايه بقى ماشي في الشارع؟ انا كنت ماشي في الشارع امبارح، عيال من العيال اللي واقفين بيولعوا كانوا حارقين عربيه شرطه، كسروا لي ازاز العربيه بحجاره، هم مش شايفين اكتر من 30 40 عربيه واحنا ماشيين اتكسرت. هو ده مش توتر عصبي؟ ده مش اولادنا وهم في الشوارع احنا مش خايفين؟ اللي بيروح يحرق مديريه او بيحرق عربيه او بيحرق مبنى او بيعور بني ادمين، هو ده مش ضغط عصبي؟ اشتعال الازمه في بورسعيد حتى الان، الرعب اللي فيه البلد من يوم 9 مارس، الا تروا ان هذا شوارع بورسعيد، هذه مدينه، المدينه الباسله. انتوا متخيلين ان تصبح حياتنا طوال الوقت كلنا تحت ضغط عصبي رهيب؟ عشان انتخابات ايه؟ انتخابات ايه؟ ما احنا عايشين بدون انتخابات بقالنا زمن، ما انتوا عاطيين التشريع لمجلس الشورى، ايه اللي حاصل يعني؟ ومجلس الشعب هيعمل ايه يعني؟ ما اللي انتوا عايزين تمشوه بتمشوه، مفيش مشكله خالص، بس البلد تهدى شويه. قول مره اه، يعني قول 10 قاعد تقول 10 لا، قول مره اه، قول حاضر، قول هستجيب للشعب، قول مش هستجيب للشعب، هستجيب له صوت العقل. هنهدي، هنريح الشعب شويه اللي تعب، هناخد نفسنا شويه. ده انت بتلاقيها منين؟ لا ولعه، لا ازمه اقتصاديه، لا حريقه، لا خراب بيوت. مش معقول يعني، بقى خبر الحرايق والموت شيء شائع، شيء عادي في حياتنا. شفت مين اتخطف؟ شفت مين اغتصب؟ شفت مين اتقتل؟ دي مش مصر، ده مش احنا. احنا كنا اهدى من كده، كنا احسن من كده، كنا اجمل من كده. تركيبه الشعب المصري كانت جميله ومش عنيفه. بيحصل خلل، لازم ناخد بالنا. الدكتور مراد محمد علي مستشار اعلام لحزب الحريه والعداله قايل كلام عاقل، بيقول ان الحزب لم يتخذ قرارا رسميا بالطعن على الحكم، ونحن نحترم احكام القضاء ولا نرى ان هناك ازمه في عوده قانون الانتخابات للمحكمه الدستوريه العليا، وقال ان الدوله هي التي تتعامل مع هذا الحكم خالص. ده كلام كويس. طيب انا عندي ايه النهارده؟ النهارده بعد قليل من الاخبار هيكون معايا الدكتور سعد الدين ابراهيم، استاذ علم الاجتماع السياسي، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه. عندي معاه حوار سريع مكثف. الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي انحاز ثم انقلب، ليه مقال مهم قوي على تماهي الجلاد، الضحيه بالجلاد. يعني كيف يمكن للسجين عندما يصبح سجانا، او رغبته في الجلد او التشبه بمن جلدوا من قبل. هو كان يقصد الإخوان المسلمين واللي عانوه في السجن وحكى تجربته. مهم ان نسمع الدكتور سعد الدين إبراهيم وتغيراته، لأن هو كمان اتغير وكان في معسكر ديمقراطي جدا. البعض بيستغرب دكتور سعد الدين إبراهيم الذي كان يدافع عن الإخوان ويأيدهم ينقلب عليهم ولا يرى أن الرئيس يجب أن يكمل مدته القانونية بما أنه جاء منتخبا شرعيا. يقولون ويطال الدكتور سعد الدين إبراهيم أنه يدعم الفريق أحمد شفيق من أيام الانتخابات وحتى الآن. هل البديل من وجهة نظره أن النظام القديم لو اتأيف أو اتخد فيه حد كويس أو كان هناك رؤية كان هيبقى أصلح للبلاد؟ هل مصر كانت تتحمل امتداد النظام بعد ثورة، ولا مصر محتاجة حاجة ثالثة خالص؟ ده اللي هطرحه النهاردة مع الدكتور سعد الدين إبراهيم. أيضا هناقش قضية يوم 9 مارس، ماذا سيحدث في مصر وبورسعيد؟ الجيش مع الشعب وفي مواجهة الشعب. الشرطة هل سيكون لها وجود في بورسعيد يوم 9 مارس؟ الألتراس ماذا سيفعلون في شوارع القاهرة؟ العصيان المدني في بورسعيد. معي السيد اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الخبير الاستراتيجي، الأستاذ المناضل البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد. هنشوف هنا وهنا جيشنا اللي لازم نحافظ عليه فين، وإزاي نخرج من هذا اليوم الصعب. نلتقي بعد الفاصل. محكمة القضاء الإداري تقرر وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وتعيد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية للدستورية العليا. وزير الداخلية يصدر قرارا بتعيين اللواء سيد جاد الحق مديرا لأمن بورسعيد. ضبط الجناة في حادث استشهاد ضابط قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتهم السلاح الناري المستخدم.
ضبط 32 شخصا من مثير الشغب خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمس بمحيط كوبري قصر النيل. جنايات الجيزة تقضي بالسجن 37 عاما على أحمد عز وإلزام وآخرين برد 6 مليارات جنيه في قضية الاستحواذ على أسهم حديد الدخيلة. البورصة تربح مليار جنيه عند الإغلاق ومؤشرها يرتفع بمقدار 42%.